من مكة المكرمة، من مهبط الوحي، أنزل الله كتابه للعالمين وصدحت به حناجر القراء، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قراء الأمصار يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قراء الأمصار.